برز عندنا مرجع ليس في أيام البعث، وإنما هو في أيام قاسم، يعني بدأ يكتب فلسفتنا، اللي هو سيدنا محمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر برز عندنا مرجع حركي، مرجع حركي يؤمن بالحزبية وعنده حزب، وهو المفكر مال هذا الحزب، اسمه حزب الدعوة الإسلامية، فهو اللي يكتب له الكتب، هو سيد محمد باقر الصدر. لكنه سيد محمد باقر الصدر تلميذ السيد الخوئي، بس اجتهد وعالم، فالتف حول الشباب وجدوه بأنه خروج، هو خروج سيد محمد باقر الصدر على المرجعية التقليدية، وهم يريدون تجديد. بس خلف فصل لي أكثر، هذا شلون صار هذا الخروج؟ متى صار هذا الخروج؟ متى صار هو مرجع محمد سيد محمد باقر؟ يعني بس اشرح لي هذه بشيء من التفصيل أكثر، شيء من التفصيل، لأن هي راح تأسس إلى ما صار، الأحداث اللي راح نوصل لها لاحقا، صارت سنة 80 والإعدامات اللي حصلت، احنا بنأسس من الحين. احنا لما صار، يعني أقدر أفهم من هذا، أنت الآن انقلتني إلى تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، لو لا إذا أنت تبي إذا أنت تبي أنا كلام الحين عن المرجعية. عن المرجعية، وتكلمنا احنا عن اكثر من مرجع، الان نبي نتكلم عن دور السيد محمد باقر الصدر. تبي ترجعني انت وتبي توديني الى موضوع تاسيس حزب الدعوة، انا ما عندي مشكلة، حتى بس نتسلسل في هذا المحور حتى نؤسس ونصل الى سنة الاحداث المفصلية اللي صارت سنة 80. مو هذا شيء مرهوني بشيء، بس رغم هاي احاول اجاوب يعني على قدر السؤال. لما بدأ تأسيس حزب الدعوة بالفكرة التي حدثتك عنها يعني سابقا، بأنها انبثقت من المرجعية بالنجف بطلب ورعاية إيرانية، شاه إيران، حكينا هذا الشيء، وأنه السيد مرتضى العسكري كان بالعراق، وبالأخير المرجعية الدينية بزعامة السيد محسن الحكيم تبنت خط تأسيس حزب شيعي وكيان شيعي للشباب الشيعي، واتفقوا المؤسسون منهم اثنين من أولاد سيد محسن، اللي هو سيد مهدي وسيد باقر، بالإضافة إلى السيد طالب الرفاعي والسيد مرتضى العسكري وآخرين، اتفقوا فيما بينهم على أنه يتأسس هذا الحزب، فيكون فيلسوف الحزب ومفكر، لا يكون مفكر الحزب وليس فيلسوف الحزب، يكون مفكر هذا الحزب السيد محمد باقر الصدر. ليش اختاروا السيد محمد باقر الصدر في عام 59 وهو بعد شاب يعني عشريني العمر؟ ما هو السبب؟ السبب لنبوغه وعلميته وفهمه للكثير من المسائل، وأصبح يعني وكأنما أشبه بمرجع بس ولد شاب، لأن عنده نبوغ وفهم وعلم وكذا، وهم بحاجة إلى واحد مفكر يكتب لهم، لأن من اللي يكتب؟ ماكو، بذول اللي ذكرناهم ماكو شخصية تتصدى للتفكير الحزبي والتثقيف الحزبي عدا سيد محمد باقر الصدر، واللي أنت ذكرت في واحدة من الحلقات السابقة أنه كان هو متأثر بالشيخ حسن البنا والسيد قطب، كان قارئ، هو معالم في الطريق وكتب لا أخرى، لا قد يكون كثيرين قارئين، بس أنت ذكرت أنه هو كان متأثر. لا هو الحزب متأثر، الكوادر هاي اللي عددناها كلها، كلهم بما فيهم سيد محمد باقر الصدر، نعم، مو بس هو، الكل متأثر بالفكر الحركي السني السياسي، الفكر الإسلامي السياسي الحركي السني، ممثل في جماعة الإخوان المسلمين، ممثلا فيهم وكتابهم ومفكريهم، وهاي وذكرنا هذا الشيء. الآن لازم يطلع مفكر شيعي، لازم يطلع مفكر، فكان السيد محمد باقر الصدر، فكان الاختيار عليه، وفعلا قام بهذه المهمة، لأنه كلف في عام 59 وكتب فلسفتنا، وجيء له بالمصادر، اشتروا له المصادر من السوق ومن المكتبات، المصادر التي تتحدث عن الشيوعية والفكر اللينيني والماركسي، جابوا له كل المصادر خلوها يمه والكتب الأخرى أيضا، وبدأ يقرأ ويرد عليها من ناحية إسلامية. ليش؟ لأنه هو عد الفهم الإسلامي وواصل إلى مرحلة الاجتهاد، يعرف شلون يستنبط الحكم الشرعي بحيث ينظر إلى ما يكتب، فكتب فلسفتنا ولاحقا اقتصادنا، وهكذا استمر في السلسلة الفكرية، مثل أسس المنطقية للاستقرار، بنجلاربو في الإسلام، بدأ يكتب
حلقات، وعدهم هم كان مجلة تصدر أيضا في النجف يعني في ذلك الوقت للدعوة، وأي واحد ينشر بحوثه. بس واضح أنه أعمق البحوث وأكثر واحد عنده قدرة على الكتابة والسيد محمد باقر الصدر.